طفلة موهوبة ذكية وجدت استحسانا وردا جميلا من الأب المربي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لقصيدة ملهمة كتبتها، فكان اللقاء مع بابا سلطان هي غميل الكدبي التي زارتها زميلة ريم عيسى ووفتنا بالتقرير التالي. والدي يا من جبرت القلب بخط حبرة من ذهب على الصفحة من حياتي بعروق دمي رويتها، ما في البشر ما في البشر من يسوى مبسمك وطلتك يا أبوي يا كل الغلا يا فرحة الشعب، الله يديمك يا من في غلاك يعجز عن الوصف حروف محبتك وسلاماتك. إذن هو لقاء وموقف أبوي، كيف لا ونحن في شارقة سلطان، الأب الحاني الذي يعشقه الكبير والصغير. وهنا نسرد لكم قصة الموقف الذي جمع ابنة الشارقة غميلة الكتبي بوالدنا سلطان القلب. مقاطع الطفلة غميلة الكتبي ولقاؤها مع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باتت حديث الساعة هذه الأيام بعد إلقائها قصيدة نالت إعجاب سموه خلال افتتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته 14. المدرسة قالوا لي تعالي من هناك إن في شتمة شيخ سلطان اليوم بي، فأنا تحمست وحسبتهم شوي يقصون علي، فيت قلت لهم خلاص عادي بي. بعدين اتفاجأ شيخ سلطان، يا قلت له بابا سلطان عادي اقول لك قصيده؟ قال لي ان شاء الله حاضر. عقب وقفت في النص، اول ما قلت له قصيده حسيت انه هو فرحان وكانه هو ابويا، واستانست وايد اني قابلته. اما عن بدايه القصه فهذا ما سردته لنا غميله. أول ما طلعت في التلفزيون مع الأصدقاء سألوني وقالوا لي في العيد سألوني عندش نشيدة حلوة، قالوا غني لي إياها، غنيت أغنية عن العيد وعن أغنية يا شيخنا سلطان. بعد مرور يعني قدام شيخ سلطان عطاني الرسالة. فهذه المخطوطة بيد بابا سلطان لم تكن مجرد رسالة عادية، بل حملت الكثير إلى أعماق غميلة. أنا وايد حبيت خط إيده وشعوري كان وايد حلو. أنا بحتفظ بهاي الرسالة عشان هي أغلى شيء عندي. شعور الفرح والسعادة لم يتوقف عند هذا الحد، فردا على اللقاء الأبوي في المهرجان ألقت غميلة قصيدة أخرى حصرية لأخبار الدار أعدتها والدتها المشجعة والهاوية للشعر. يا سعد القلب قرت عيني بشوفتك ورمشها عنك ما قدرت تمدها، يا بخت حظي من بين هالعالم بكرم ربي كرمني نلتها. حوار قصير يحمل مشاعر عميقة تعكس الحب الصادق للوالد الحنون والد الجميع.